هلا يا نور، بفقرتنا الطبية حنحكي عن موضوع بيهم كل السيدات وكل الأمهات. خلينا نعرف شو هو الموضوع. حنحكي عن ردود الأطفال التي تصنف إلى ردود الرأس والبطن والأطراف والصدر، وتأتي بعد الفحص السريري للطفل ولتحديد الإصابة. ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم الدكتور إياس قرفول، أخصائي جراحة أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم وكل المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. سمر، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء مع الدكتور، هيدا الموضوع فعلا قديش مهم وعن جد بيشغل بال كتير من الأمهات، ردود الأطفال، وهي اللي تصنف يعني تحت أنواع كتيرة. بس خلينا بالبداية نعرف للمشاهدين شو هي ردود الأطفال. أكيد ردود الأطفال هي من الحالات الشائعة جدا، يعني اللي بتسبب مرضى وبتسبب أكثر من هيك قبولات مشافي ووفيات عند الأطفال. إذا بدنا نعرف الرد، هو تعرض النسيج الحي لأي أذية أدت إلى تمزق بالأوعية الدموية، تسرب الدم خارج هي الأوعية، سواء تجمع تحت الجسم على شكل نسميه هيماتوم، أو أنه انفتح وطلع لبرا على شكل نزيف خارجي. أو إذا بدنا نبسطها للأمهات، يعني ابنك إذا وقع أو أكل خبطة، أي خبطة، يعني أي خبطة أي خبطة. إذا بدنا يعني أسبابها، يعني ممكن تكون أقرب للأهل، هو التعرض لأي ضرب، أي اصطدام مباشر بأي شيء، سقوط من فوق لتحت، أي أذية ضمن السيارة أو خارج السيارة، تعرض للطلق الناري، للأجسام المتحركة، كل هي تصنف ضمن الردود، كل هي الشغلات تصنف ضمن الردود. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن العمر، أنه بيبلشوا من عمر أول ما يبلشوا المشي أكثر شيء الأولاد بيتعرضوا للردود. خلينا نحكي الإسعافات الأولية، أول شيء الأعراض، بعدين نحكي عن الإسعافات الأولية اللي ممكن الأم تقوم فيها بالبيت أو وكيف بدها تقرر أنه تاخده على المشفى للطفل. خلينا نحكي عن هيك. تمام. هلأ الردود يعني بأي فترة ممكن الطفل يتعرض للرد، لكن الفترتين الأشياء الزروتين اللي بصير فيهم ردود هي فترة حول المشي، لسه ما كتير بيعرف يمشي، أول مشي خطوتين وبيوقع خطوتين وبيوقع، هي غالبا بتكون بين السنة والسنة ونص. الفترة الثانية هي بين 4-5 سنين، لما يبلش يكتشف مواهبه وتزيد ثقته بنفسه. بيقولوا الدكتور أكثر من الإناث بمرتين، يعني ذكور أشياء يعني حالاتهم كتير لأنه أشقى. لا، الولد الصبي أشقى من البنت. أكيد هي الزروتين اللي بصير فيها، بس طول فترة الطفولة الطفل معرض لهي الردود. وكتير أحيانا الأهالي بيعانوا من مشكلة إنه الطفل خبى عليهم، يعني وقع أو تفشكل، وقع خبط، صارت ما مشكلة، ما بيخبروا، بيخاف من العقوبة أو بيخاف من شيء. وهون نحن منشوف النتائج الأثار السيئة، لأنه ما قدرنا باكرا نعالج الحالة. هون ممكن نوصل لمرحلة إنه فعلا يكون في أزياء. دكتور، خلينا نحكي فعلا قديش عمر الطفل مهم بالفترة الزمنية للعلاج. يعني نحن عم نحكي عن زروتين، إنه أول ما يبلش الطفل المشي والأربع خمس سنين، كمان الأطفال الرضع بيتعرضوا لكمان أول ما بيمسكوا أشياء أو بيوقعوا. العمر الزمني قديش بيلعب؟ لأنه الردود هي تصنف تحت ردود مثلا الأطراف أو الرأس أو البطن أو الصدر، مكان الإصابة كمان بيلعب دور بالشفاء نوعا ما. أكيد. هلأ من حسن الحظ أنه بالأعمار الصغيرة الردود أقل، لأنه لسه ما بيتحرك أقل الطفل، لكن الأذيات بالأعمار الصغيرة هي أخطر، لأنه لسه العظام ما التحمت بشكل كامل، لسه وسائل الدفاع الحماية للجسم لسه ما اكتملت بشكل كامل كلياتها. فالأذية حتى لو كانت أخف هي ممكن تعمل ينجم عنها أذية أكبر ضمن الطفل. فالأذيات خصوصا بمرحلة الرضع على الأشهر الأولى من الحياة هي أذيات ممكن تكون كتير خطيرة، حتى رض كتير بسيط، يعني أحيانا الطفل من طاولة تبديل الحفوضة ممكن يسلت ما بتطلع 30 سنتي على الأرض، يجي على رأسه ممكن نشوف أنه في عنا نزف مهم ضمن الدماغ وصارت أذية كتير كبيرة. طفل أكبر ممكن يكون عمره 10 سنين، شوف أنه وقع من متر متر ونص ما صار له شيء، لأنه تطورت وسائل الدفاع اللي عنده إياها الجسم، صار جسمه أقوى، صار أقوى، مثل ما قالت عظام الأطفال، صارت العظام أقوى، وصارت يعني وسائل حماية الدماغ، وسائل حماية كل أنسجة الجسم المهمة كمان تطورت وصارت أسمك وأخضر. بس ضمن أي حالة يمكن لازم الأم تتوجه فورا للدكتور. يعني بس هون الدكتور أول شيء ما جاوبني على السؤال، الإسعافات الأولية الأم اللي بتقوم فيها بتقدر بقلب البيت؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع لأنه كتير ضروري. تمام. يعني هلأ الأم شافت ابنها خبط قدامها، يعني شو هي الشغلات اللي لازم تلفت انتباهها تخليها تحس أنه هذا الطفل لازم أنه نتصل بالطبيب أو نراجع إسعاف أو نشوف حد مشان يقدم لنا نصيحة أهم.
أول شيء الأعمار الصغيرة مثل ما قلت لك، يعني أي طفل تحت الست شهور مهما كانت الأذية ضروري ناخد استشارة طبية، لأنه فورا قلت لك أنه ممكن أنه أي أذية ينجم عنا خطر كبير. الأذيات الشديدة يعني أنا طفل شفته وقع من مترين ثلاثة، هذا أكيد يعني بدها تكون ينجم عنا شيء كبير. شفنا الطفل طبعاً الوعي، فقد الوعي، الطفل صار في عنده نوبة اختلاج، تشنج معمم بالجسم، الطفل اللي صار عندنا نزف مهم يعني جرح ينزل منه بشكل كبير، أحياناً نزوف أو تسريب سائل دماغي شوكي من الأنف أو من الإذن ممكن تكون هي كتير مهمة. هي بالأعمار الصغيرة، هلا بالأعمار الكبيرة ممكن نشوف أعراض تانية، ممكن الطفل صار عنده اضطراب بالذاكرة، اضطراب بالكلام، اضطراب بالحركة، مو قادر يمشي. كل هدول بينبؤونا أنه في عندنا مشكلة مهمة تستدعي انه نراجع قسم الاسعاف. تنصحوا دكتور يحطوا ثلج على المنطقه او مثل الاجداد مثلا بيقولوا مثلا كم معتقد بيقولوا مثلا سكر ومي، او بيقولوا مثلا حتى حطوا الزبده او السمنه على مكان الاصابه كمان. خلينا نحكي عن هدول المواضيع، هل ننصح ولا لا؟ ما يعني ما يلجأوا لهالاساس الاهالي بهالوقت. من حسن الحظ انه 90% من الاذيات الرضيه هي طفيفه ما تستدعي شيء، هي الام فيها تدبرها بالبيت. هلا نحن خبط الطفل اول شيء فينا نقدمه انه وعي جيد ومتذكر ظروف الحادثه، ما في شيء بيخوف، فينا نبلش نقدم الإسعافات. هلا مثل ما قلت لك بتعريف الرد هو تسريب الدم خارج الأوعية، فنحن لنوقف التسريب أهم شيء كيس الثلج. كيس الثلج كتير بيوقف التسريب لبرا، وقد ما كان أبكر قد ما كان الهيماتوم أو الورم الناجم عن الرد أو عن الأذية بيكون أخف لبعدين. تمام. وهون بتخف الحالة، بدنا نطمئن الطفل ونهديه، ما في داعي كتير أهالي عصبوا أو ضربوا الولد فوق منا، يعني كنا بمشكلة صرنا مشكلتين. وردة فعل الأهالي بتلعب دور كتير كبير، ضبط الأعصاب لازم يكون، ضبط الأعصاب وتهداية الطفل، يعني هو خايف وخايف من ردة فعل أهله، ما تخوف فيه زيادة، تحسسه بالأمان، نحاول نطمئنه نهديه. مو غلط إذا موجوع نعطيه سيتامول أو نعطيه أي مسكن موجود بالبيت، وكيس الثلج كتير مهم، هو كتير بيخفف. يعني شغلات تانية مي وسكر وكذا، لا أنه خلاص ما كتير مذكورة، ما كتير معروفة، لكن الثلج كتير مفيد. بس لازم فورا التوجه لأقرب دكتور أو مشفى. هلا إذا في شيء من الأعراض اللي حكيناهن اللي ممكن تخوف، أكيد حسب نوع الردة إذا خفيفة ولا لا. مثلا الردة العادية خلاص أنه تستخدم كيس ثلج، حط له إياه تشربه مي تهدئ الطفل، وإذا عنده كريم مضاد لاثار الكدمات كمان تستخدم له اياه فورا، ولا تلجا للطبيب لو الرده الخفيفه. بس اطمنا انه ما في مشكله، ما في اذيه. ممكن انه اهم شيء هو الالم، يعني كل رض بينجم عنه الم. بدنا نعطيه مسكن، المسكن هو كتير ضروري، والمسكنات هي كلها مضادات التهاب غير استروئيديه، كلها بتساعد بتسريع شفاء الورم والاذيه الناجمه عن الرض. المرحله الثانيه بعد كيس الثلج بالثاني يوم بس صار في ورم، ممكن كمادات المي الدافيه تساعد انه تحسن ترويه المنطقه، تخفف، تسرع انه يطيب المكان اللي تعرض للرد اسرع، بس باليوم الثاني مو اول يوم، اول يوم تزيد الورم. ممكن استخدام الكريمات اللي فيها مضادات التهاب غير استروئيديه، البروفين او الدوفيلاك، بتساعد كمان تحسين ترويه المنطقه وبتسرع شفاء المنطقه. والراحه يعني اهم شيء بعلاج الرد، الراحه اللي ما فيها تضمن الولد، لانه خلي الولد هادي وما يحرك زياده، لانه المنطقة اللي تعرضت لأذية ورجعنا حركنا عليها بيرجع بيزيد الورم، بتتأخر المرارة. بس دكتور عم تقول الراحة، بس بيقولوا إذا وقع الطفل أو الولد ما تنيموا، يعني ممنوع ينام فورا لأنه بتخافوا يصير في أعراض وهو نايم. شو رأيك كمان بهالكلام؟ هلأ هي بتحمل، هلأ أحيانا بيكون من الشغلات اللي بتخوف هو ميله للنوم، يعني بنحاول ننبهه نحن بنشوفه هي أول ساعتين لازم ما تخلينا يعني فورا، مو ما خلينا، هلأ هو عنده ميل للنوم، بنحاول ننبهه ننكزه نقرصه، هو ما بيرتكس معنا. هي الحالة نسميها وسن أو ميل للنوم، هي حالة خطيرة، يعني هي بتستدعي أنه نراجع طبيب ونحلها. لكن بس اطمننا أنه ما في مشكلة، لا بالعكس أحسن شيء أنه ينام مشان يرتاح، مشان ما يحس بالوجع، مشان ما يقوم، مشان ما يقوم، خصوصي أنه بده يأخذ مسكنات كلها بتشجع أنه يرجع ينام. بس بعد اللي نطمن أنه ما في مشكلة عصبية بتستدعي شيء تاني. ممكن يكون في ردود أفعال، ردود مش آنية بعد فترة زمنية، يعني ممكن الطفل مثلا يكون طبيعي وكذا وبعد فتره زمنيه مثلا ثاني نهار نحس بتاثير هاي الردود. اكيد هي بالردود المهمه اللي بتسبب اذيات عميقه بالنسج العميقه. هلا الاذيات السطحيه اللي سببت يعني ظاهريه جرح بالفروه او احيانا كسر بالعظم اللي تحتها، هي بنسميها خفيفه الى متوسطه. احيانا في اذيات اهم ممكن تاثر حتى على النسيج الدماغي، تعمل شيء اسمه ارتجاج دماغ، تعمل شيء اسمه نزف فوق الجافيه او تحت الجافيه او ضمن الماده الدماغيه. هدول
بالفترة الأولى ممكن ما نشوفهم، لهيك نحن بعض الأطفال اللي بيتعرضوا لردود الرأس منتركهم مراقبة بالمشفى، لأنه الأعراض العصبية بالفترة الأولى ما في كمية النزف كتير قليلة، ما عطى أعراض واضحة، تطور النزف، زادت الكمية، ضغطت المادة الدماغية، بينت الأعراض بعد 6 ساعات، بعد 12 ساعة، بعد 24 ساعة. هون نحن بدنا نعمل استقصاءاتنا مشان نشوف شو المشكله الموجوده. لهيك لازم تتم مراقبته بعد الرده 48 ساعه تقريبا، غالبا خلال اول 24 ل 48 ساعه كافي. اذا بده يصير شيء مهم غالبا بصير هون. وللعقابيل هلا على المدى البعيد، يعني لسؤالك، ممكن احيانا يعني ارتجاج الدماغ او الاذيه ضمن الماده الدماغيه ممكن تترك عقابيل على المدى البعيد. كثير حالات الاختلاجات عند الاطفال ممكن يكون سببها رد على الراس يعني مهمل وما تلقى العلاج الكافي. دكتور بس سؤال هيك سريع، هل يتم علاج الردود بالاعشاب ولا لا؟ بتنصح فيهم الاناناس البقدونس؟ بدنا نختم معك بس جاوبني هذا الجواب. اكيد لا، هلا بالطب انا ما فيني اقول لك هذا الكلام، دائما اي رد مهم بيتطلب الاستقصاءات الكافيه والتدبير الطبي الملائم. هذا العلاج بالطب العربي هو طب بديل طالما في نحن عندنا اساليب ناجحه ومفيده وممكن تقدم الفائده للطفل، ما في داعي نلجا لشيء ثاني. نتشكرك كثير لوجودك معنا، نتشكرك على معلوماتك القيمه، ونشوفك اكيد دكتور بحلقات قادمه. اهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا، ونتمنى الصحه للاطفال جميعا. اكيد نتشكرك على وجودك معنا، حاولنا خلال فتره زمنيه قصيره يمكن نوصل بعض الطمأنينة لكثير من الأمهات اللي عم يتابعونا اليوم. شكرا.